هدنة إدلب، هدوء حذر يشوبه خروقات عدة لقوة النظام. الأسد يمنع المساعدات الإنسانية عن محتاجها ويوزعها مكافأة للموالين. صدور نتائج الثانوية العامة والتعليم الأساسي في المحرر. حياكم الله إنما كنتم. وإلى التفاصيل، فبعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار وفق المحادثات الأخيرة بأستنا، أعلنت موسكو أنها تنتظر من أنقرة تنفيذا كاملا للاتفاقيات المتعلقة بسحب المقاتلين والأسلحة من إدلب خلال 24 ساعة. وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا إليكسي باكين أن بلاده تنتظر تنفيذ الجانب التركي بنود اتفاق سوتشي الذي ينص على سحب المسلحين والأسلحة من المنطقة منزوعة السلاح ووقف القصف وفتح طريق السيارات الواصلة بين دمشق وحلب، موضحا أن الهدف من الهدنة المعلنة هو إعادة الاستقرار إلى المنطقة على حد وصفه. شهدت منطقة خفض التصعيد في الشمال السوري خروقات للهدنة من قبل قوات النظام خلال الليلة الماضية. وأفاد مراسل قناة حلب اليوم بأن النظام استهدف بالمدفعية الثقيلة كفر زيتا والزكاة وخان شيخون بريفي حما وإدلب وخلف أضرارا مادية، في حين تشهد المنطقة هدوءا حذرا لليوم الثاني على التوالي في ظل سريان الهدنة التي أعلنتها الأطراف المشاركة في مباحثات السنة الأخيرة وبدء سريانها منذ منتصف ليل الخميس الجمعة الماضي. أعلنت هيئة تحرير الشام في بيان لها موافقتها على اتفاق وقف إطلاق النار في الشمال السوري. هذا وأكدت الهيئة في بيان لها أن الاتفاق نعى الحملة العسكرية لروسيا ونظام الأسد على المنطقة، فضح حقيقة النظام المتهاوي وفق البيان، وأضاف أن أي قصف أو اعتداء يطال مدن وبلدات الشمال السوري سيؤدي إلى إلغاء وقف إطلاق النار من جهتها ويكون لها حق الرد عليها. قالت الجبهة الوطنية للتحرير في الشمال السوري إن عجز قوات النظام عن التقدم بريف حماة الشمالي دفع روسيا إلى إعلان وقف إطلاق النار خلال مباحثات أستنا. وأوضحت الجبهة في بيان لها أنها تقبل بوقف إطلاق النار لكن قوتها تستمر في الاستعداد والتدريب للرد على أي خروقات من قبل قوات النظام والميليشيات المساندة له. كذلك أعلنت الجبهة تصديها لمحاولة قوات النظام التسلل على محوري عجاز والمشيرفة في ريف إدلب الشرقي. المزيد معنا من ريف حماة الشمالي مراسل قناة حلب اليوم عبد الرزاق صبيح. عبد الرزاق مرحبا بك، بداية ما هو الوضع الميداني؟ هل هنالك خروقات جديدة من قبل نظام الأسد؟ نعم عمار، تابعت قوات النظام استهداف مدينة اللطامنة وقرية الزكاة والأراضي الزراعية المحيطة بهما بقذائف مدفعية الميدان الثقيلة، بالإضافة إلى راجمات الصواريخ. وكانت منذ ساعات الصباح الأولى في الحقيقة قوات النظام استهدف هذه المناطق، في حين شهدت منطقة خفض التصعيد الرابعة نوعا من الهدوء في ريفي حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي في ثاني يوم من أيام الهدنة، والهدنة التي تم إقرارها في مؤتمر سوتشي في مؤتمر الستانة 13. أيضا كان أمس في الحقيقة عمار قصف مدفعي وصاروخي عنيف جدا على أكثر من منطقة في ريف حماة الشمالي، ولكن اليوم نسبيا هناك هدوء في معظم المناطق في ريفي حماة الشمالي وفي ريف إدلب الجنوبي مقارنة بالأيام والأسابيع السابقة. هل هنالك أحد من المدنيين النازحين يعني حاول العودة إلى مناطقهم؟ ونتحدث عن يعني المناطق التي تقع في العمق في المنتصف ونزح أهلها ربما إلى قرب الحدود مع تركيا. نعم عمار، في الحقيقة بالنسبة للمناطق القريبة من مناطق التماس هناك بضعة عائلات فقط عادت وأخرجت بعض الأثاث من تحت أنقاض المنازل
في المناطق القريبة من مناطق الحماس، فيما عادت في الحقيقة بضعة عائلات فقط إلى المناطق الأبعد قليلا، نعم وشهدنا في الحقيقة نوع من الخوف لمعظم العائلات التي عادت إلى المنطقة بسبب خوفها من معاودة قوات النظام واستهداف هذه المناطق السكنية. في الحقيقة عائلات أخرى عادت ولم تجد منازل جراء القصف العنيف الذي تعرضت له، وتم تدمير منازلهم بشكل كامل في أكثر من منطقة في ريفي حماة الشمالي شكرا وفي ريف إدلب الجنوبي. شكرا جزيلا لك عبد الرزاق صبيح مراسل قناة حلب اليوم من حماة، كنت معنا من ريف حماة الشمالية. قتل 20 عنصرا من قوات النظام جراء وقوع انفجار في مطار الشعيرات العسكرية في ريف حمص الشرقي. وقالت وكالة أنباء النظام سانا إن سبب الانفجار خطأ فني هناك، ومضيفة أنه وقع خلال نقل ذخيرة منتهية الصلاحية دون أن تذكر أي تفاصيل أخرى. قتل قيادي في الجيش الوطني السوري جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته بريف حلب الشمالية. وأفاد مراسل قناة حلب اليوم بأن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة المسؤول في الشرطة العسكرية طالب حجازي الملقب أبو دراع المنغي في بلدة تركمان بارح، ما أدى إلى مقتله على الفور وإصابة زوجته وأطفاله الأربعة الذين كانوا برفقته. إلى ذلك انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تتبع للجيش الوطني في مدينة البابري في حلب الشرقي، ما أدى لوقوع العديد من الجرحى، حالة بعضهم حرجة. وفي بيان له، منع المجلس المحلي في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي ارتداء اللثام لجميع السكان والعسكريين في المدينة وما حولها للحد من التجاوزات الأمنية في المنطقة. بات ارتداء اللثام في هذه الشوارع جرما قد يعرض صاحبه للاعتقال والمساءلة، وذلك بعد إصدار المجلس المحلي لمدينة إعزاز شمال حلب قرارا يمنع المدنيين والعسكريين من ارتداء اللثام داخل المدينة وما حولها بهدف الحد من المشاكل والجرائم المرتكبة في المنطقة. بادرنا إلى إصدار قرار ب 30 تموز 2019 بخصوص موضوع اللثام، يمنع منعا باتا ارتداء اللثام على العسكريين والمدنيين وأي شخص كان في المنطقة أو المدينة، وذلك بسبب الكثير من الشكاوي من الأهالي المنطقة وبسبب الجرائم المتكررة وارتداء اللثام، وذلك يعرض صاحبه إلى المسؤولية القانونية إن كان عسكريا أم مدنيا. الحفاظ على أمن المدينة وريفها وضمان حسن سير العمل والمصلحة العامة كانت من أبرز الأسباب التي دعت المجلس المحلي لسن هذا القرار، على اعتبار أن الكثير من مرتكبي الجرائم والتفجيرات في المنطقة استطاعوا الإفلات بسبب ارتدائهم اللثام رغم التقاط كاميرات المراقبة لمعظم جرائمهم. نحن مع هذا القرار، نحن بنأيد هذا القرار لأسباب كثيرة. أول سبب هو أنه في كثير حرامية أو قطاعين طرق أو اللي عم يقوموا بعمليات تفجيرية في مدينة إعزاز عم بكونوا حاطين لسام، فنحن مع هذا القرار أنه منع اللسام. الاغتيالات وجرائم القتل والسرقة بالإضافة إلى التفجيرات التي تستهدف الأحياء السكنية هي جرائم ضربت بلدات ومدن ريف حلب التي تخضع لسيطرة الجيش الوطني، ربما كان الهدف منها إثارة الفتن وضرب السلم الأهلي في المنطقة، الأمر الذي قد ينذر بتوتر العلاقة بين الأهالي والأجهزة الأمنية ويضع الأخيرة محل الملامة والتقصير في أداء عملها إذا لم تضع حداً للفلتان الأمني. للمزيد معنا الأستاذ عبد القادر أبو يوسف مدير مكتب إعزاز الإعلامي من مدينة إعزاز. أهلا بك سيد أبو يوسف على شاشة حلب اليوم، يعني بداية ما أسباب هذا القرار؟ تحياتي لك أستاذ ولمشاهدي قناة حلب اليوم. حياك الله. كثير من التفجيرات ضربت منطقة ريف حلب الشمالي والشرقي مؤخرا، وعدة تفجيرات بالأخص كانت في مدينة إعزاز، حالات سرقة، حالات ابتزاز، كلها كانت من قبل مجهولين. ولكن هذا الأمر ليس طارئ، يعني هو يعني منذ زمن وهنالك، يعني ألا ترى أن هذا القرار تأخر بعض الشيء ويجب تطبيقه منذ زمن بعيد؟
أستاذي الكريم، نحن نتحدث الآن عن خطة كاملة تقوم بها قوات الأمن والجهات الرسمية في المدينة للحد من هذه التفجيرات وهذه العمليات، وهي إصدار بطاقات تعريفية، تلويح السيارات وتسجيلها بالإضافة للدراجات النارية. ما يمنع الجهات الأمنية من كشف الكثير من الحوادث وضبطها هي وجود اللثام عند كثير من المشتبهين، عند وجود الكثير من منفذي تلك العمليات. الآن هل هنالك يعني عقوبات رادعة لمن يعني يخفي وجهه من خلال اللثام؟ لا يوجد حتى الآن أي قانون في محكمة أعزاز أو في المحاكم الموجودة التي تعمل وفق القانون السوري أي نص ينص على تجريم وضع اللثام. ربما الجناية تكون عبارة عن تعزير فقط لوضع اللثام. حتى الآن لم نشهد أي محاكمة أو أي عملية اعتقال لوضع اللثام كي نعرف ما هي مجريات الأمور في المحاكم لوضع اللثام. نعم، الآن يعني في الآونة الأخيرة كما أسفت حضرتك، يعني الأوضاع الأمنية بشكل عام متدهورة، من المستفيد من ذلك ومن المسؤول بالمقابل يعني عن استتباب الأمان في الشمال السوري عموما؟ في ظل الوضع الحالي والتجاذبات السياسية شرق الفرات، فإن المستفيد الأول من تلك العمليات هي قسد، بالإضافة لقوات النظام التي تحاول ضرب وزعزعة استقرار المنطقة في ريف حلب الشمالي والشرقي. لا أحد من الأطراف يريد استقرار منطقة ريف حلب الشمالي والشرقي بوضعها الحالي، بالإضافة أن التجاذبات السياسية التي تحدث شرق الفرات تستدعي من قتد والموالين لها القيام بعمليات لضرب الاستقرار في المنطقة. شكرا. هنا نعم، وربما هذا الأمر يحتاج لوعي أكثر أيضا ومسؤولية أكبر من قبل المسؤول عن أمن المناطق المحررة في الشمال السوري. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد القادر أبو يوسف، مدير مكتب إعزاز الإعلامي، كنت معنا من الإعزاز. أفاد مراسل قناة حلب اليوم بأن نسبة الأحياء المدمرة بفعل قصف النظام في مدينة حمص تقدر بنحو 80%. وأضاف المراسل أن أحياء بابا عمر والخالدية وباب السباع وغيرها تفتقر لكثير من الخدمات، فضلا عن معاناة السكان من تراكم القمامة في الشوارع التي تسببت بانبعاث روائح كريهة وانتشار الحشرات. وذكر المراسل أنه بالمقابل تنتعش الأحياء الموالية للنظام اقتصاديا وخدميا، ويتوفر بها كافة المتطلبات. للمزيد معنا من ريف حماة الشمالي مراسل قناة حلب اليوم خليل السامح. خليل، مرحبا بك. يعني بداية حدثنا عن الوضع الخدمي في مدينة حمص بشكل عام، إلى أين وصل؟ السلام عليكم. عليكم السلام. بداية تعيش مدينة حمص واقع خدمي سيء جدا، فضلا عن نسبة الدمار في الأحياء الثائرة بنسبة 80%، وأيضا هناك تراكم للقمامة وانتشار الحشرات، وخاصة في الأحياء، أحياء باب عمر وباب السباع والخالدية. يعني ألا تدخل يعني سيارات القمامة التابعة للبلدية أو الدولة أو للنظافة لوزارة الصحة أيا يكن، لا تدخل إلى هذه الأحياء؟ نعم، النظام وعد مرارا وتكرارا الأهالي إدخال تلك السيارات لكب النفايات في مكانها، ولكن النظام يتبع أسلوب الاستفزاز مع الأهالي لأنهم ثاروا ضده وخرجوا بمظاهرات منذ بداية الثورة. هل هو نوع من العقاب الجماعي مجددا والانتقام ربما؟ نعم تماما، خاصة هؤلاء سكان تلك الأحياء التي ذكرتها لك منذ قليل يقومون بترميم بعض المباني، وأيضا النظام ادعى مرارا وتكرارا بأنه يقوم بإعادة إعمار، ولكن هذا الأمر غير صحيح.
ولكن هو قام بإعادة الأبنية الآلية للسقوط فقط، هو عبارة عن رفع أنقاض في وجود أثناء وجود وسائل إعلامه ليقول للناس وللمجتمع الدولي ولمؤيديه خاصة بأنه يقوم بإعادة إعمار مدينة حمص، بينما الأحياء الموالية تزدهر اقتصاديا ويوفر فيها الماء والكهرباء وخدمات الإنترنت. نعم، الآن بالعودة إلى المناطق التي كانت خارجة عن سيطرة النظام، نتحدث عن أكثر من 20 حي في أحياء حمص أو من أحياء حمص القديمة مركز المدينة، يعني مثلا باب السباع، الخالدية وغيرها، أبواب حمص، يعني ما هي الكثافة السكانية بهذه الأحياء؟ يعني نسبة الذين عادوا، يعني نتحدث فرضا عن باب السباع. نعم، نسبة العوائل الذين عادوا هم طبعا هم عديد من سكان تلك المناطق، عادوا إلى منازلهم وعادوا إلى أحيائهم، ولكن هم عبارهم كبار في السن، ليسوا شباب. اليوم في حمص لا يوجد شباب. طيب النسبة كم؟ يعني هل هنالك يعني ازدحام في العودة، أو هل المباني كلها امتلأت وعاد إليها يعني كبار السن، أم أن يعني المبنى الواحد ربما شقة واحدة أو شقتان؟ تماماً، نسبة الأهالي الذين عادوا تقدر ب 50% فقط. 50%. نعم. لنسبة الدمار الكبير الذي خلفه نظام الأسد بنصفه لتلك. هو 50% قياساً بالدمار تعتبر يعني نسبة كبيرة لهؤلاء. أشكرك جزيل الشكر طبعاً مراسلنا من ريف حماء الشمالي خليل سامح. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها أيضا. وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج الثانوية العامة. متغير وتحديات كبيرة، مشاكل وعقبات إدارية ومؤسساتية. نفتح الملفات، نتابع، نفتش عن القضايا التي تهمكم وتمس حاضركم ومستقبلكم. نبحث في الأسباب ونهتم في إيجاد الحلول لها مع المختصين وأصحاب القرار، لأن قضاياكم هي قضايانا. سأكون معكم أنا مصطفى عبد الله كل أسبوع في برنامج قضايا على قناة حلب اليوم. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار المساء. كنا تحدثنا في جزئها الأول عن الهدوء الذي تشهده شوارع إدلب في ظل الهدنة المعلنة وفق الجولة 13 من محادثة السنة. وفي نشرتنا أيضا، كشف المركز السوري للعدالة والمساءلة عن وثائق تثبت تورط مخابرات نظام الأسد في توجيه المساعدات الإنسانية الدولية لمعاقبة سكان المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية ومكافأة الموالين للنظام.
لم توقف الأمم المتحدة مساعداتها إلى نظام الأسد منذ عام 2011، إلا أن بعض منظماتها كشفت عن استغلال الأسد لهذه المساعدات، حيث قالت هيومان رايتس ووتش في تقارير إن حكومة النظام استغلت جهود التعافي والمساعدات المرسلة إلى المناطق التي يسيطر عليها الأسد، وأكدت أن النظام كان يصر على مشاركته وتحكمه بطرق توزيع المعونات والمساعدات واختيار المناطق التي توزع فيها. اليوم يكشف المركز السوري للعدالة والمساءلة عن وثائق تظهر دور المخابرات التابعة للنظام في توجيه المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة. المركز أكد أن حكومة النظام مارست الضغط السياسي وصياغة الأنظمة كي تتلاعب بتدفق المساعدات الإنسانية ومعاقبة فئة السكان الذين تعتبرهم معادين ومكافأة الموالين لها. المركز نشر مجموعة من القرارات الصادرة عن حكومة النظام، منها ما يعطي معلومات مغلوطة عن المناطق الساخنة والمناطق ذات الوضع الأمني الجيد، وجاء في الوثيقة أن مدن كفرية والفوعة وجسر الشغور، أي المناطق التي كان يسيطر عليها آنذاك، ذات وضع أمني جيد، ما يسمح لفرق الإغاثة التابعة للأمم المتحدة العمل فيها. فيما قال عن المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار مثل خان شيخون ومعرة النعمان إنها مناطق ساخنة ولا يمكن العمل فيها. وأيضا بيّنت بعض الوثائق تدخل عناصر الأمن في عمليات التوزيع، وأخرى إلى ضرورة عمل موظفي الأمم المتحدة في مجال الإغاثة الإنسانية مع منظمة الهلال الأحمر التابعة للنظام. وكانت منظمة تشاتام هاوس بيّنت مخالفات في تعامل حكومة النظام مع المساعدات الإنسانية، وقالت: مع انتهاء القتال في سوريا تأمل المنظمات الإنسانية الدولية من دمشق في أن يقل تدخل الحكومة السورية في عملها، ومع ذلك تحاول الحكومة إضفاء الطابع الرسمي على نفوذها على العمليات الإنسانية. خلال النزاع السوري فرضت الحكومة عمليات إدارية متعددة على المنظمات الإنسانية للحد من قدرتها على العمل بشكل مستقل. فهل تستطيع المنظمات الدولية الإنسانية العمل بأريحية أكبر في الأيام المقبلة، أم أن النظام سيستمر في عرقلة العمل وتجييره لصالحه؟ ومعنا من إسطنبول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأستاذ فضل عبد الغني. أستاذ فضل، مرحبا بك على شاشة حلب اليوم. بداية، هل يعني لدينا تورط لمخابرات النظام بتوجيه المساعدات؟ ما هي المعلومات التي لديكم حول هذا الأمر تحديدا؟ يعني هذا الموضوع هو ليس جديد، وتم إثارته بشكل كبير جدا منذ عام 2015 بتحقيقات كبيرة وواسعة لصحيفة الغارديان. والصحيفة وكانت الصحفية الصديقة إيما بيلز كتبت عن الموضوع وعملت تحقيقات يعني حتى بشكل قوي جدا، وهي حتى بشكل أكبر قوة من يعني التسريبات من ضمن النظام، لأنه هي التقت مع مسؤولين كانوا يشتغلوا بأنظمة المساعدة اللي بسوريا مع الأمم المتحدة، وهن يعرفوا بشو كيف كانوا يتعاملوا مع النظام، كيف كان النظام يعمل. هذا أيضا كان في أيضا حملة سوريا كامبين كمان بال 2015 اشتغلنا على الموضوع بشكل كثيف وتم فضح هذا الأمر. مندوب أستراليا بمجلس الأمن أشار لهذا الأمر وقال أغلب المساعدات، قال 90% من المساعدات عن حساب المناطق رايحة سيطرة النظام. طيب يعني الآن ليس ذلك فقط، كمان يعني كمان حكينا على الموضوع بتقرير موسع. نعم، ولكن الآن المخابرات يعني هي من تدير تقريبا أو إن صح التعبير هذه المساعدات. الأمم المتحدة بعد كل هذا، وعم تحكي حضرتك عم تقول من 2015 يعني هذا الأمر معلوم ربما للأمم المتحدة، لماذا تسمح بهذا الأمر وتسمح باستغلال النظام للمساعدات ليستخدمها وسيلة حرب أيضا ضد المناطق الخارجة عن سيطرته؟ الأمم المتحدة يجب أنه هي الحد الأدنى أنه تفتح تحقيقات داخلية وتشوف تكشف أول شيء من المتورطين اللي هن ما زالوا حتى الآن أولاد المسؤولين والنظام. هلأ شوف مجادلة الأمم المتحدة وهي
المنظمات حتى الإنسانية غير الأمم المتحدة، حتى مو بس منظمات الأمم المتحدة، في منظمات دولية بتقلك إنه النظام ما فرق معه إنه توصل مساعدات، وبالفعل هو عمل هيك الأجهزة الأمنية، يعني بين إدخال مساعدات بين مثلا تعطونا نسبة وبين ما تدخلوا مساعدات، إذا ما أعطيتونا ما خلاهم يدخلوا مساعدات منعهم. فهي هي المقاربة اللي بتتبعها المنظمات الإنسانية، بتقلك انه نحن خلينا ندخل مساعدات ونعطي هاي المافيا. نعم نعم مفهوم. شكرا جزيلا لك من اسطنبول الاستاذ فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الانسان، كنت معنا من اسطنبول. خلص مؤتمر جاء تحت عنوان الادماج الاقتصادي لتخفيف ازمة اللجوء وعقد في بيروت، الى ان اللاجئين السوريين شركاء في الاقتصاد اللبناني لا عبء عليها. حملات التضييق المستمرة بحق اللاجئين السوريين في لبنان لا يبدو أنها تضع في الحسبان القيمة المضافة لهؤلاء الوافدين على اقتصاد البلاد. حملات حملت في معظمها اللاجئ السوري مسؤولية الأزمة الاقتصادية اللبنانية، بل وصل الأمر بتقرير أجرته قناة MTV إلى تحميل السوريين أسباب تفشي أمراض الكوليرا والسرطان وغيرها. مساهمة السوريين في الاقتصاد اللبناني نوه إليها أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في بيروت جاد شعبان خلال مؤتمر الإدماج الاقتصادي لتخفيف أزمة اللجوء الذي عقد مؤخرا في بيروت، مع حديث شعبان عن توفير اللاجئين عمالة رخيصة في قطاعات لا يعمل اللبنانيون فيها، موضحا أن نسبة العمال السوريين في المناطق الريفية تقدر بحوالي 30% من اللاجئين وبرواتب لا تتعدى $200 شهريا، فيما بلغ إنفاقهم على إيجارات البيوت في تلك المناطق نحو $100 مليون سنويا. المساعدات الأجنبية التي تخصص للاجئين فقد أكد شعبان أنها تقدر $1.8 مليار سنويا، وأنه استفاد منها الاقتصاد اللبناني بشكل مباشر فضلا عن الجمعيات المحلية التي تعمل مع اللاجئين. شعبان نوه أن إحدى الدراسات تبين أن كل دولار ينفقه اللاجئ في لبنان له مفاعيل مضاعفة في الاقتصاد تقدر بنحو $1.5 مليار، علما أن إنفاق اللاجئين على الغذاء وحده يقدر بحوالي $400 مليون سنويا كأموال نقدية دون المساعدات الغذائية العينية بحسب المصدر ذاته. الأزمة الاقتصادية في لبنان لها أسبابها البنيوية التي لا علاقة لها باللاجئين السوريين والفلسطينيين. الكلام هنا لزياد عبد الصمد رئيس شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية. زياد عبد الصمد دعا للاستفادة من الانعكاسات الإيجابية للاجئين على الاقتصاد اللبناني والعمل على تدارك السلبيات. للمزيد معنا من جنيف الناشط السياسي الأستاذ فرانكو عبد القادر. مرحبا بك أستاذ فرانكو على شاشة حلب اليوم. يعني لماذا لا تحاول الحكومة اللبنانية الاستفادة من اللاجئ السوري بدلا من محاربته ربما؟ يعني بداية مساء الخير لك كل المشاهدين الكرام. مساء النور. هناك يعني حرب ربما قد تكون حرب لبنانية غير معلنة على اللاجئ السوري، تعود إلى شعبوية وإلى حيثية ربما عنصرية تجاه اللاجئ السوري. هناك بعض الأحزاب اللبنانية التي تحاول رمي فشلها في الاقتصاد على اللاجئ السوري بكل معنى الكلمة. يعني سنوات من الركود الاقتصادي وإدارة فاشلة للاقتصاد اللبناني تراكمت عبر سنوات، الآن لم يروا إلا اللاجئ السوري كشماعة لكي يعلقوا فشلهم عليه. بالطبع هناك أزمة اقتصادية حقيقية في لبنان تراكمت عبر السنين، واللاجئ السوري للأسف هو أصبح اليوم هو طيب كبش الفداء الذي تعلق عليه. أيضا لبنان نفسها يعني ألا تتأثر من خلال هذه السياسة؟ يعني إلى أي مدى تغلب الولاءات السياسية على المصالح الوطنية للبنان وللبنانيين أيضا؟ يعني للأسف اللبنانيين كل اللبنانيين منقسمين على طوائفهم، يعني هناك ربما بوادن انقسام حقيقي قد تؤدي إلى حرب إسوة بال75 للأسف. يعني بعض الخطابات السياسية المذهبية العصبية
والعنصرية قد بدأت تطفح على السطح كما يقال. يعني لم تذهبها الحرب الأهلية عام 75 ولم تذيبها. طبعا هناك بعض العقليات الرجعية التي كانت ربما يعني بعض السياسيين اللبنانيين لم يتعلموا من أخطاء الماضي، وهو الخطاب الراديكالي والعنصري والطائفي سيؤدي بالنهاية إلى حرب على الأرض كما حدث في 1975. لا قدر الله، مش موضوعنا بعرف. لكن هناك أحزاب لبنانية يعني شو لا تعمل، لا تنتج إلا مفهوم. إلا لا تطفو لا تجعل من أمورها إلا الطائفية نار لتتدفق بها. يعني ما حدا بيقدر يترك السوري بشأنه إلا ما يستفيد منه على حساب الحقيقي، يعني بدهم يكذبوا نعم. لا ينصروا الإيديولوجية اللي قامت عليها أحزابهم. شكرا. نعم. وهي العنصرية ومحاربة الآخر ورمي الفشل على الآخر مثل ما اللي حديث هلا شفنا نحن يعني. نعم أشكرك وأعتذر، الوقت انتهى تماما. شكرا جزيلا لك الأستاذ فرانكو عبد القادر، النشط السياسي، كنت معنا من جنيف. مشاهدينا نشرتنا مستمرة وتتابعونا فيها بعد فاصل قصير. الدفاع المدني يدرب فرقه على فنون الغطس والإنقاذ. من الصين لكندا لأمريكا لكثير من دول العالم. شمال، جنوب، شرق وغرب. لكل يلي عم بيدور على مقاطع طريفة وخفيفة فيها غرائب وعجائب. كونوا معي أنا آلاء الأحمد كل أسبوع على شاشة حلب اليوم الفضائية. مرحبا بكم من جديد. أصدرت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة نتائج شهادتي التعليم الأساسي والثانوي العام. بعد أن خطوا من علم ومعرفة حصلوا عليها طيلة عام من الدراسة المجدة، طلاب الإعدادية والثانوية في الشمال السوري المحرر تحتفل ظهر الجمعة الثاني من آب بظهور نتائجهم. أكثر من 10,000 طالب وطالبة من الشهادة الثانوية بفروعها العلمية والأدبية والشرعية والتقنية، ونحو 23,000 طالب وطالبة من التعليم الأساسي تقدموا لنيل شهادتهم عام 2019. 68% تكللت نتائجهم بالنجاح، يتفوق عليهم طلاب الفرع العلمي ب 70% نسبة نجاح. أما الفرع الأدبي فحظي ب 52% وفقا للدكتور عماد برق وزير التربية في الحكومة السورية المؤقتة. ربما ألم الحرب زادهم إصرارا رغم تخلف 14% من الطلاب عن تقديم الامتحان بسبب ما عانته المنطقة من ظروف الحرب وقصف النظام وحلفائه، وخاصة في ريفي إدلب وحما. إلا أن العملية الامتحانية مرت بعدة مراحل قبل أن تصل ورقة الامتحان ليد الطالب، بدأ التحضير لها منذ الشهر الأول للعام الحالي بالتعاون بين دائرة الامتحانات والمجمعات التربوية أو المدارس في الشمال المحرر، وبعد إرسال شروط التسجيل واستمارات طلبات التسجيل للطلبة النظاميين والأحرار. هناك مرحلة إدخال بيانات الطلاب إلكترونيا، يليها إعداد المراكز الامتحانية وتوزيع الطلاب بحسب رئيس دائرة الامتحانات علي قسوم.
مرحلة نسخ الأوراق والتغليف، فتكون عملية سرية بغرفة خاصة ضمن لجنة محلفة، ثم توزع أوراق الأسئلة على المدارس بمساعدة سيارات الدفاع المدني بحضور مندوب من التربية، وبعد أن تصل الأوراق للمراكز وينتهي الامتحان ترسل أوراق الإجابة عن طريق ذات اللجنة التي وزعت الأسئلة إلى دائرة الامتحانات لتجمع وتكون جاهزة للتصحيح. طلاب كثر ينتظرون الفترة القادمة لإتمام الدورة التكميلية حتى يكتمل فرحهم، فهل ستساعدهم الظروف في تحقيق ما يتمنون؟ نظم الدفاع المدني في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي دورة تدريبية لعدد من عناصره في فنون الغطس والسباحة للحد من ارتفاع نسبة الوفيات في أنهار وبحيرات المنطقة. عفرين الوجهة السياحية الأولى في الشمال السوري، الأنهار والبحيرات تجذب الأهالي لكنها أيضا تكون هلاكا لبعضهم. الدفاع المدني وبسبب ارتفاع الوفيات في بحيرات عفرين نظم دورة مائية تدريبية لعدد من عناصره بإشراف مختصين للحد من هذه الحالات. هي الدورة الأولى بالريف الشمالي للدفاع المدني، الهدف هي زيادة عدد الغطاسين والإنقاذ المائي بالريف الشمالي بسبب كثرة الحالات الغرق في هذه السنوات الماضية. طبعا سبب حالات الغرق كانت السبب الرئيسي هو ازدياد عدد المهجرين بهذه المنطقة، أخوتنا المهجرين، وارتفاع الملحوظ لجميع المسطحات المائية جرابلس، ميدانكي، نهر الفرات، نهر الأسود لهذا العام. 13 عنصرا من الدفاع المدني شمال حلب وشرقها يواصلون التدريب على فنون الغطس والسباحة مع التيار وعكسه لمسافات طويلة، إضافة لكيفية التعامل مع حالات الغرق والإنقاذ في أنهار وبحيرات عفرين وصولا إلى نهر الفرات قرب جرابلس. وغدا إن شاء الله عندنا مرحلة ثانية بجرابلس، واليوم كانت بنهر الأسود براجو، والهدف كان أنه نحن نطور مهاراتنا ونطور سباحاتنا والتعامل مع أي حالة غرق تحدث لدينا. إحصائية الدفاع المدني لحالات الوفاة في الأنهار والبحيرات تجاوزت 50 مدنيا العام الماضي، ما دفع منظومة الدفاع المدني للقيام بحملات توعية مسبقا عبر لافتات وإرشادات قرب الأماكن الخطرة. للمزيد معنا السيد مصطفى نجار مدرب فريق الغطس في الدفاع المدني من ريف حلب. مرحبا بك سيد نجار على شاشة حلب اليوم. يعني بداية، أعداد المشاركين في هذه الدورة، وهل الأعداد كافية يعني لتغطية كل المسطحات المائية في عفرين والشمال السوري عموما جرابلس؟ السلام عليكم. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. عدد المشاركين 13 عنصر من السباحين جيدين بالدفاع المدني. مدة الدورة 15 يوم. طبعا هذه الأعداد لا تكفي، ولكن هذه خطة الدفاع المدني لهذا العام. طبعا سنكتفي بهذا العدد لهذا العام. سنتابع بالأعوام القادمة أيضا دورات تكميلية لتبقية كافة مسطحات المائية. نعم. هل أنتم اكتفيتم بهذا الرقم أم لا يوجد هنالك يعني إقبال من أو لا يوجد هنالك سباحون؟ يعني ألا ينبغي أن يكون العدد أكبر من ذلك؟ نعم أستاذ، ولكن بالنسبة ل المسطحات المائية الموجودة نحتاج إلى سباحون ممتازون. لا نستطيع أن نأخذ سباحين يعني أقل مستوى من السباحين العالميين. نعم. قمنا أيضا باختيار أماكن سباحة تكون على قدر المستوى. طبعا المسطحات المائية الموجودة بالشمال مسطحات خطيرة جدا، منها ميدانكي وبحيرة ميدانكي التي تبلغ عمق 70 متر، ومنها نهر الفرات العظيم وخطورة التيارات الموجودة به، فيجب أن ندرب السباحين تدريب جيد
لكي يقوموا بالمهمة وتغطية هذه المنطقة لإنقاذ المدنيين. ما هي أهم الاحتياجات التي تحتاجونها الآن ربما للحد من عمليات الغرق التي تحدث للمدنيين مع ازدياد النازحين كما شاهدنا في التقرير وهو أحد أهم أسباب ازدياد حالات الغرق أيضا؟ نعم، بداية الأمر قمنا بتوعية السنة الماضية، توعية لكافة المسطحات، كافة المناطق بالريف الشمالي. وضعنا لافتات، أكثر من 50 لافتة، وخصوصا بميدانكي وجرابلس. طبعا هذه التوعية لم تكن كافية. خطة الدفاع المدني لهذا العام من أجل حماية المدنيين، قمنا بتدريب العناصر. طبعا الاحتياجات كثيرة جدا، نحن نعمل أهمها بنطاق ضيق. نعم، نطاق ضيق، احتياجات قليلة ولكن الإمكانيات كبيرة. في الاحتياجات القادمة نحتاج إلى وجود مراكز على المسطحات المائية، نعمل على هذا المشروع في المستقبل. في نهاية الصيف أو بالصيف القادم. تركيز مركز في كل نقطة، في كل نقطة مراكز، خصوصا بميدانكي وجرابلس، أكثر من نقطة، من أجل منع السباحة دون وسائل الأمان، وهي سوق النجاة وحبل أضعف الإيمان. شكرا جزيلا لك الأستاذ مصطفى نجار، مدرب فريق الغطس في الدفاع المدني، كنت معنا من ريف إدلب أو من ريف حلب، أعتذر. استعرضت كاميرا قناة حلب اليوم مراحل تجهيز مخيمات الحجاج السوريين في مينان وآلية نقلهم بين الأماكن المقدسة. المزيد مع موفد قناة حلب اليوم الفضائية إلى الديار المقدسة، الزميل مصطفى العبدالله. بسم الله الرحمن الرحيم. منطقة المخيمات السورية في مينان تسمى بهضبة الحضارمة. المخيمات في مينان هي 7 مخيمات، كل مخيم تقريبا يتراوح عدد الخيام فيه بين 150 و 160 خيمة 4x4. المساحة المخصصة لكل حاج بحدود 75 سنتيمتر مربع، نفس التقسيمات اللي تابعة إلى عرفات. طبعا بفضل الله عز وجل التجهيزات الآن تبدأ في إعادة تأهيل الخيام بشكل موضوع النظافة والمبيدات الحشرية. كم سيبقى الحجيج السوريين في هذه المنطقة؟ بإذن الله عز وجل بعد ما يغادر الحجيج إن شاء الله عرفات ومبيتهم في مزدلفة، يتوجه مباشرة بإذن الله إلى منى المبيت المتعجلين في يومين، ويتم في عنا قسم ليبقوا في منى 3 ليالي. في أي مرحلة هي الآن من التجهيز؟ ونحن بالنسبة لمنى هي المراحل الأولى الآن، يعني لكن هي بإذن الله هي مراحل سريعة. متى متوقع تنتهي هذه الإجراءات؟ إن شاء الله يتم تسليم المخيمات بالكامل في يوم 5 ذي الحجة إن شاء الله، تكون بشكل الكامل. هي طبعا إن شاء الله تكون جاهزة قبل، ولكن الاستلام النظامي يكون في يوم 5 ذي الحجة بإذن الله تعالى. شكرا. ومعنا مباشرة الزميل مصطفى العبدالله، موفد قناة حلب الفضائية، حلب اليوم طبعا الفضائية، إلى مكة المكرمة. مرحبا بك مصطفى. يعني ربما الآن أين هم الحجاج السوريون؟ حياك الله أستاذ عمار، تحياتي لكم ولكل السوريين في كل مكان ولزملاء في قناة حلب اليوم الفضائية. حياك. الحجاج الآن بعد أن أدوا طواف القدوم وأيضا بعد أن أدوا عمرة التمتع، الآن هم في زيارات لأداء الصلوات في الحرم المكي الشريف بشكل يومي، وأيضا يقضونها في زيارات المناسك المقدسة كجبل الثور وجبل النور وعرفات ومنى، بانتظار وصول يوم 8 ذي الحجة يوم التروية والصعود إلى منى. نعم، على عجالة، يعني كيف تبدو أوضاع حجاج بيت الله الحرام من السوريين هناك؟ الواقع وصل حتى هذه اللحظة حوالي 11700 حاج سوري بانتظار وصول 500 حاج هذه الليلة، وغدا سيصل آخر دفعة 300 حاج من بيروت وأيضا من كردستان العراق. الأوضاع تبدو جيدة، أوضاع الحجاج السوريين جيدة جدا باستثناء حالات الإجهاد الناجمة عن تغير المناخ والطقس
وأيضا الطواف والسعي بين الصفا والمروة وبعض الأمراض التنفسية الصدرية، لكن الواقع أوضاعهم جيدة بالقياس إلى الأعوام السابقة. أشكرك جزيل الشكر مصطفى عبدالله، موفد قناة حلب اليوم الفضائية إلى مكة المكرمة. إلى هنا نكون وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة، ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على موقعنا الإلكتروني حلب today.tv.net. دمتم برعاية الله وحفظه.